بسم الله الرحمن الرحيم. في الشهرين اللي راحت أتوقع أنه كان من أكثر الأشياء اللي في السعودية منتشرة، أنه هل ميسي بيجي للهلال ولا ما راح يجي. طبعا ميسي هو بطل كأس العالم، برأيي يمكن من أعظم اللاعبين في التاريخ، أو يمكن هو أعظم لاعب في التاريخ، وهذه يختلفون فيها حقين الكورة. وطبعا أنا أعرف حقين الكورة يمكن شوي متعصبين، لكن كان متوقع أنه يجي للهلال. وطبعا يعني المبلغ اللي كان بيجي فيه الهلال كان مبلغ كبير، يعني وصل الى 300 وفي ناس قالوا 400 مليون يورو، يعني تقريبا اكثر من 1.5 مليار بالسنه. طبعا انا ما اتوقع انه في احد يرفض المبلغ هذا، لكن مع كل المبلغ اللي عرضوا عليه الهلال او صندوق الاستثمارات العامه، قرر انه يروح لنادي انتر ميامي اللي يملك فيه حصه اللاعب الشهير ديفيد بيكهام. ففي هذا الفيديو راح أتكلم أنه كيف أبل كان لها دور في أنها تحول وجهة ميسي من السعودية إلى أمريكا. في البداية الأندية دائما تعتمد على زيادة دخلها عن طريق الإعلانات، فمن يوم بدأت التسريبات أنه احتمال أنه ميسي يروح الإنتر ميامي، لحد ما لعب أول مباراة زاد عدد متابعينهم على الإنستغرام 11 مليون، في السابق كانوا مليون، الآن وصلوا إلى 12 مليون. طبعا هذا يجعلهم رابع نادي في العالم، او رابع نادي عفوا في امريكا متابعة على انستغرام. ففي امريكا الثلاثة الاوائل كلهم كرة سلة، لانه كرة القدم ما هي بالرياضة الاولى في امريكا، هم يحبون السلة اكثر من كرة القدم. فانه نادي كرة قدم يصير الرابع في متابعين على انستغرام، هذا بحد ذاته انجاز لهذا النادي، وفقط بسبب لانهم اشتروا ميسي. طب كيف ميسي راح يستفيد؟ وكيف النادي قدر انه يوفر مبلغ يقدر ينافس فيه صندوق الاستثمارات العامة اللي وصل عرضه الى 1.5 مليار ريال؟ في الواقع انه انتر ميامي عمل اشياء انا جدا اعجبتني وذكية. راح النادي تواصل مع ابل. طبعا الواحد ممكن يقول ليش ابل؟ وش دخلها في الكورة؟ السبب انه كرة القدم الامريكية ابل محتكرة بث مباريات دوري كرة القدم الأمريكي لمدة 10 سنوات. عقدهم في السنة 250 مليون دولار، بمعنى عقدهم في السنة تقريبا 1 مليار ريال لنقل الدوري الأمريكي اللي ما أدري من يتابع الصراحة. فإنتر ميامي راح تواصل مع أبل وقال لهم شوفوا لنا حل، الرجال رايح للسعودية، حنا ودنا أن نسحبه. فوقتها وقعوا مع ميسي عقد أنه يكون له نسبة من الاشتراكات. طبعا ميسي تكلم وقال انه الدوري الامريكي راح يتم نقله على ابل تي في، وبالتالي زاد عدد المشتركين في اللي يسمونها ام ال اس سيزون باس، اللي هو عن طريقها تقدر انك تشوف الدوري كرة القدم الامريكي. الحاجة الثانية انهم الاندية دائما تكسب من خلال مبيعات التيشيرت، بس يعني ترى في ناس دائما يضخمون المبيعات التيشيرتات يحسبونها انها مبالغ كبيرة. فالانتر ميامي موقع مع اديداس، متوقع انه يبيعون، يعني لو كانوا متحفظين يبيعون 500 الف تيشيرت، قيمة التيشيرت 200 دولار، يعني راح يكون 100 مليون دولار. يعني هل هذا معناه انه النادي راح ياخذ 100 مليون دولار؟ لا، النادي فقط له 15%، يعني راح يكسب 15 مليون دولار. فالنادي راح تواصل مع ايضا مع اديداس وقال لهم احنا ودنا ان ميسي يجي، فلازم تعطونا نسبه من مبيعات التيشيرت، وبالتالي ايضا فان ميسي له مبيعات الان من ابل تي في، وله مبيعات من تيشيرت نادي انتر ميامي. وايضا انه اي واحد يجي يفكر انه يستثمر في الكوره، فهو دائما يدخل نادي ويحاول انه يزيد ارباحه. فنادي انتر ميامي كانت ارباحه في 2022 56 مليون دولار، من المتوقع انها تزيد في نهايه 2023 الى 110 مليون دولار بعد انضمام ميسي لهم. فبالتالي فانه القيمه او تقييم النادي راح يزيد من 600 مليون دولار حاليا في او السنه اللي راحت في 2022، راح يزيد الى 1.5 مليار دولار، يعني 150% زيادة خلال سنة. والله يبغى لنا صراحة نشوف إذا كان هذا النادي له أسهم ونبدأ نساهم معه. طبعا ممكن أحد يقول طب هذه ممكن يعني تفيد ملاك النادي مثل ديفيد بيكهام واللي يملكون النادي أو اللي عندهم حصة في هذا النادي. الحقيقة أنهم أيضا عطوا عشاء ميسي جزء أو عدد من الأسهم عشان أنه يجي. فميسي انضمامه لهذا النادي هو استثمار طويل الأجل، بغير لو جاء للسعودية فممكن يقعد سنتين وبعدين يمشي.
ما أعرف إذا كان أيضا بعد كل هذه الأبل تي في والقطة اللي صارت هذه أبل وأديداس هل يوصل للعرض السعودي ولا لا، لكن أتوقع أنه ما راح يفرق كثير عن العرض السعودي، خصوصا أن استثمار طويل الأبد برضو يمكن تناسب العيشة في أمريكا أكثر من السعودية، هذه حاجة ثانية. فإذا تقولوا لي هل هذا النوع من الفيديوهات يعجبكم، هل تتوقعون أنه ميسي كان محق بقراره أنه لما ترك الهلال؟ أنا رأيي الشخصي أنه الهلال استفاد أكثر أنه ما جاهم ميسي، لأنهم جابوا لعيبة صار بالسن راح يفيدونهم أكثر. يعني لعبة كرة القدم لعبة جماعية ما هي لعبة فردية، هذا كريستيانو رونالدو جال النصر وآخرتها موسم صفري كالعادة، مع العلم أني أنا نصراوي. فاكتبوا لنا تحت في خانة التعليقات هل يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات ولا لا. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.